السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل يجوز الإجهاض إذا كان الجنين مشوها؟ كثير من النساء، ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب العالمين، إذا كانت المرأة حاملا بتذهب لتعمل عملية سونار ما بين وقت وآخر لكي تطمئن على الجنين وعلى حالة الجنين الصحية، وهذا أمر مباح لا حرج فيه. أحيانا الطبيب المسلم أو الطبيبة المسلمة بتخبرها بإن الجنين مشوه، وإن هو إما إن هو هيموت في بطنها أو إن هو هيموت بعد الولادة أو غير ذلك. فالمهم فتذهب إلى من يفتيها، فيفتيها من يفتيها في ذلك الوقت بأن هي لابد أن تعمل عملية إجهاض، وبيعني بيستدل على ذلك أو بيبرر ذلك بأن هو كده كده أصلا ميت، يعني الجنين المشوه ده في الغالب بينزل ميت، فبدل ما ينزل مشوه وتتعذبي بيه فترة من الزمان فأجهضيه من الآن. والحقيقة إن هذا الكلام عار من الصحة تماما. لماذا؟ لأن الجنين إذا مر عليه 4 أشهر فقد أصبح كائنا حيا، يعني دبت فيه الحياة بعد 120 يوم، يعني بعد 4 أشهر كما ورد في الحديث الصحيح. فإذا وافق من وافق على عملية الإجهاض في ذلك الوقت فهي جريمة قتل لا تجوز إلا للضرورة القصوى. إيه هي الضرورة القصوى التي يجوز فيها أن نفتي بإجهاض الجنين المشوه؟ الحالة الوحيدة أن يقرر الطبيب المسلم الذي يفهم ذلك جيدا أن وجود الجنين فيه خطر على حياة الأم، بالبلد كده إما أن يعيش الجنين وإما أن تعيش الأم، يا أنت يا هو، لا في الوقت دوت بنضحي بالجنين المشوه من أجل حياة الأم، والأم بعد ذلك إن شاء الله ربنا يعوضها ويرزقها بجنين واثنين وأربعة وعشرة ويكونوا إن شاء الله سلام بفضل الله سبحانه وتعالى. وإلا فالأفضل إذا لم يكن لك خطورة على حياة الأم ففي الوقت ده بنفتي بأن يظل الجنين على حالته بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا تدري يعني لعل يحدث أمر بعد ذلك، والأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا ولد مشوها ومات بعد ذلك بعد ولادته فاحتسبته الأم واحتسبه الأب عند الله عز وجل ورضي بقضاء الله عز وجل، فإن ذلك الجنين ينتظرهم يصبح بعد ذلك مولودا، فإن ذلك الطفل ينتظرهم بفضل الله عز وجل يوم القيامة عند أبواب الجنة الثمانية، بل ويأخذ بأيديهم إلى الجنة، بل ويبنى لهم بيت في الجنة اسمه بيت الحمد. فالراجح أن الجنين المشوه لا يجهض إلا في حالة واحدة إذا كان وجوده خطرا على حياة الأم. جمعني الله وإياكم في الفردوس الأعلى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك أو إعجاب، ودوس على كلمة الاشتراك أو سبسكرايب عشان تشترك معنا في القناة وتدعمنا، وكمان ما تنساش تفعل علامة الجرس علشان كل ما نعمل فيديو جديد يوصلك تنويه، وطبعا هتعمل شير لأصحابك عشان